كان يا مكان في قديم الزمان، يحكى أن أحدهم نزل ضيفاً على صديق له بخيل. لك يا أهلين والله صاحبي وحبيبي أبو فيروس، فعلاً إنك وفي من خيرة الناس. كلك زوي يا أبو محسوب، وين ابنك الحبوب؟ كل عودة غرف تعميلك، وين الدفع المصاري يا مطاب؟ طبعاً راح تتعب لأنك بخيل وبعمرك ما عملت منيحة أو شي زميل. عايزنا دقيقتين ومو أكتر، فسوف صاحب يعمل ابن اللي مسحور. خد راحتك يا صاحبي، يمكن تغديني سيدي بيوفي. اي طبعا طبعا ولا يمك، راح خليك من الأكل يمل تمك. هلا صدقتك البعيد، اي والله إذا دوت أكلك عندي يوم عيد. معني يا ابني وبغبات لا تتعبني، إذا أنا اليوم ضيف غاري يعني مثل أولادي أو مالي. شو هو المطلوب يا أبي يا أبو محذوب؟ وهشتري ربع كيلو من اللحم رخيص، وانتبه من اللحم وكون حريص. ولا يهمك أبي، الحرص هو ملعبي. يلا توكل على الله، ما إن غيره مولاه. وذهب الابن لشراء اللحم كما وصاه والده البخيل. وبعد مدة يسيرة عاد ولم يشتري شيئاً، فسأله أبوه مستغرباً: شايف إيديك فاضية؟ والله يا أبي كنا راح نخسر بالضرب القاضي. لقيته كيف؟ ليكون الأمر سخيف. راحت عن اللحام أبو حفيظة، معروف عنه أسعاره رخيصة. إيه معروف، بس خسرت بلحم الخروف. المهم قلت له أبي بسلم عليك وبلك تعطيني ربع كيلو لحم من تحت إيديك. بس ما جبت شي، كيف رح نطبخ للضيف المحسي؟ أبي خليني أكمل، أعطيني فرصة. مو كل كلمتين تعمل لي فرصة. كمل وحد لعي فاضي، أمرك يا سيدي القاضي. المهم قلت اللحم رح أعطيك لحمة مثل الزبدة، من كتر الخروف والمعلق أو الكبدة. إيه؟ فقل لحالي مدامه رح يعطيني زبدة اللحم، بروح بشتري عن بياع الزبدة أرخص وشي تمام. فعلا أرخص بكتير، هيك لازم التدبير. فرحت عن بياع الأسبان قلت له بمعيتك عطيني زبدة بس عدل هالأبان. فعلا الأبان وموراك زبنوب، حلال عليك يا ابني يا محزوب. قال البياع رح أعطيك زبدة مثل الدبس، هاي بياكلوها الناس لما بكون عندهم عرس. فقلت لحالي بروح بشتري عن بياع الدبس الأساسي، هيك أرخص لي ونفس الوقت بريح راسي. أكيد هذا الصحيح، واللي عملته لحد الآن كتير منيح. بعدين رحت عند عمو الدباس، هذا اللي صغير الجسم وكبير الراس. أيوة هو بذاته وخبزاته. قلت له أعطيني الدبس الرخيص وانتبه هيكون مسؤول الكيس. قال لي راح أعطيك دبس مثل المي الصافية، وبدك تدعي لي بالصحة والعافية. ايه؟ فقلت لحالي فعلنا ماي صوفيا بالبيت، فليش ادفع حقه؟ ليش انا زنيت؟ ايه؟ ورجعت ويداي فاضي على البيت، وكأني لا رحت ولا جيت. تعرف انك واحد مبذر وغبي؟ انا؟ طيب ليش يا ابي؟ لانك نزعت كنترتك من هالمساوير، وانت عامل لي فيها ذكي وفهمان وخطير. لا يطمن لا تغص في رياك، هاي بذل كندرت الطيب فيك. أنا أبخل ولا أبني؟ العبرة من هذه القصة في قول الشاعر: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. مرحبا يا أحلى أخوة بالكون، سأتلكم خيرات الله. سبح الله رح تشوفوه، هو اللي عم تسمع صوته بهالمسلسل، اسمعوا. كان يا مكان
في قديم الزمان. وسيد بيستخدم في الدوبلاس والتعليق الصوتي. أكيد كلكم عم تسمعوا صوته بس ما بتعرفوا. بتمنى الله تروحوا كلكم على قناته تشتركوا فيه. والرابع أسرع تشوفوه تحت بالوصف. صدقوني ما راح تندموا. واستنونا عم نجهز لكم حلقات كتير حلوة من الحماية والكنة والضراير. بس اصبروا علينا شوي. بحبكم. مرحبا بكم متابعينا الأعزاء. اليوم رح يكون عندنا مقطع كتير مميز. هذا المقطع بيختص بالدوبلاج. خليكم معنا. بتمنى لكم مشاهدة ممتعة. الآن سوف أقوم بدوبلاج شخصية كرتونية شهيرة وهي باتمان وأيضا شخصية الدب. أوه، يجب علينا أن نذهب في هذا الاتجاه قبل غروب الشمس. هيا يا أصدقائي. الآن شخصية باتمان. أوه، لقد تمت العملية بنجاح وتمكنت من ضبط الأمور كما يجب أن تكون. أوه، يجب علينا أن نذهب في هذا الاتجاه قبل غروب الشمس. هيا يا أصدقائي. أوه، لقد تمت العملية بنجاح وتمكنت من ضبط الأمور كما يجب أن تكون. الآن سوف أقوم بتسجيل شخصية صديق توم في سلسلة توم وجيري الشهيرة. اسمع جيداً، علينا أن نتخطى هذا الحاجز الكبير. ما هذه الأشياء؟ إنها غريبة جداً. ما علينا فعله هو أن نكتشف ما هذه الأشياء الغريبة. اسمع جيداً، علينا أن نتخطى هذا الحاجز الكبير. ما هذه الأشياء؟ إنها غريبة جداً. ما علينا فعله هو أن نكتشف ما هذه الأشياء الغريبة. الآن سوف أقوم بدوبلاج شخصية الذئب الماكر. هيا هيا اقتربي. بعد حبوب الذرة ستصبح الوجبة جاهزة. هذه وجبة لذيذة. هيا اقتربي. هيا هيا اقتربي. إنها وجبة لذيذة. بعد حبوب الذرة ستكون الوجبة جاهزة. هيا اقتربي. هيا اقتربي. إنها لذيذة جدا. أوكي، الآن سوف أقوم بتسجيل مقطع من فيلم وثائقي للكوارث الجوية. خليكم معي. الكوارث الجوية حوادث الطيران نادرة الوقوع، لكنها عندما تحدث تكون عواقبها وخيمة. نستعرض معكم أسوأ الكوارث الجوية التي تعرض لها الطيران المدني طوال تاريخه، مع التأكيد على أن الإحصائيات تشير إلى أن احتمالية الموت في حادث سيارة أعلى بكثير من احتمالية الموت في حادث تحطم طائرة. الكوارث الجوية حوادث الطيران نادرة الوقوع، لكنها عندما تحدث تكون عواقبها وخيمة. نستعرض معكم أسوأ الكوارث الجوية التي تعرض لها الطيران المدني طوال تاريخه، مع التأكيد على أن الإحصائيات تشير إلى أن احتمالية الموت في حادث سيارة أعلى بكثير من احتمالية الموت في حادث تحطم طائرة. مرحبا مشاهدينا الكرام، لهون نكون وصلنا لنهاية هذا المقطع. أتمنى أن يكون قد نال إعجابكم وما تنسوا كمان تدعمونا. بحب في نهاية هذا الفيديو أوجه تحية كتير كبيرة للنجم محمد الحلبي وبحكي له إن شاء الله يا رب من نجاح لنجاح ومن تقدم لتقدم. في نهاية هذا الفيديو حابب أهديك يا محمد هذه الأغنية، أتمنى أنها تعجبك. يا نجم طاير بالسماء، ما في مثلك حدا. يا نجم طاير بالسماء، يا محمد الحلبي
يا محمد الحلبي ما في مثلك حدا ربي يحميك يا ورد ندى. بالنجاح لا تفكروا تحتكوا فينا نحنا هون سياد الساحة وفينا نهدى بإيدينا ما في حدا علينا كلهم معنا ومنا وفينا متابعيني أصل القوة ندعس الساحة برجلينا ما حدا بيقدر علينا نحنا جنود الأرض عنا أحلى متابعين نفرض احترامنا فرض هيدا الدس إجرامي فعين عا كلامي بتلاقيني ملك الساحة بيدم ما أرمي سلامي.